فكرته صح، حاول انه هو ينقل الكره الى هجوين، ولكن ايضا اصطدت من المدافع، وبالتالي والله شكل الجول قادم، شكل الجول قادم، شكل الجول قادم. الان كره برشلونه، الجول قادم، نعم جول، جول ابراهيموفيتش. هي اول لقطه، هي اول لقطه، هي مباشره الجول، الجول اصبح قادم، غيم الغيم، مع ان ما في غيم الحين، لكن غيم المباراه غيم. وبالتالي ابراهيموفيتش في الكلاسيكو الاول يسجل الهدف الشخصي الثامن. لاحظ اللي قالك، لاحظ 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 معاي، متبادله كلاسيكيه في الكلاسيكو تصل في الاخير الى ابراهيموفيتش بقدمه اليسرى، يسجل الهدف الاول. هي المباراه كانت توحي ان في هدف قادم، ياتي الهدف القادم الان باقدام ابراهيموفيتش، يسجل في الكلاسيكو الاول الهدف الاول بفرحه طبعا غوارديولا.